يعني نفذ العملية انتقام لصالح على المطرح، قال له يعني أخذت بدمك يا أخوي، أخذت بتارك يا أخوي على المطرح. ضابط المخابرات بيحكي لأبو عاصف، عاصم خبط على روس جنودنا، عاصم أخذ بتار صالح من نقطة صفر. في التحقيق كانوا يحكوا لأبو عاصف، قال لهم أبو عاصف أنا لهيك ربيتهم، أنا لهاي المرحلة، بس أنا بأي ذنب بدكم ترجعوا لي الإداري؟ عاصم اللي عمل العملية، اليهود بيعاقبوا يعني سياسة العقاب الجماعي، هاي السياسة مش رح تردعنا. هم لما بيعتقلوا 35 واحد على أثر العملية من عيلة البرغوثي، هي انتقام من عيلة البرغوثي، انتقام من شخص أبو عاصف، انتقام من عميد الأسرى اللي دخل عامه 39 وهو ما زال في الأسر.